الإخلاص يصنع العجائب. حديث تعرفونه جميعا، حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة، حديث الثلاثة الذين خرجوا الذين كانوا من قبلنا. يخبر صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة نفر ممن كان قبلكم خرجوا في 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 حاجة له، ففجأهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت صخرة من رأس الجبل فانطبق عليهم الغار. هذا وضع يقع لأي واحد في أي زمن. لا يضحك عليكم إبليس وسهل يضحك على بزاف الناس، يقول لك لا دابا راه عندك بورطابل، دابا راه كاين سير غير شي عربيه ما باقيش تلقى الريزو، ماشي تدخل في راس في جبل. طيب ما كاينش غار وما يطيحش، الناس ما تطيحش في البير، انت تحتي في بير وعندك بورطابل ديالك، اش قضيتي به؟ ناديت وصوت حتى انقطعت حبال صوتك، لا يسمعك احد. حال هؤلاء الثلاثه حال يقع لاي احد. هم يعني ما الذي جعلهم يأوون إلى الغار؟ المطر. ما معنى هذا؟ معناه أنهم الآن اختفوا، الذين لهم أهلون لابد سيبحثون عنهم، سيطلبونهم، سيقتصون آثارهم، لكن المطر يذهب الآثار. خجابوا يقلبوا عليهم، المطر يذهب الآثار. ولذلك قال بعضهم لبعض سقط الحجر وعفى الأثر، عفى غبر وعفى الأثر، ولا يعلم بمكانكم إلا الله. الحاجة إلى الإخلاص. إذا كنت من المخلصين من الداعين على وجه الإخلاص، تعرف إلى الله في الرخاء، تعرف كيف الشدة، من منا لا تصيبه شدة هذه الدنيا. أبو علي اليوسي رحمة الله عليه، الإمام الكبير، يقول لما يذكر أنهم لما كانوا صغارا كان شيخهم يحفظهم بيتين في وصف الدنيا، حتى إذا تقلبت بهم يعني لا يفاجئون لأنهم يعرفون صفتها. البيتان هما ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية، سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. لا بد، تعرف إلى الله في الرخاء. يعني كيف شيء يقولون ولا يعلم بمكانكم إلا الله، فادعوا الله بصالح أعمالكم، انظروا أعمالا عملتموها لله خالصة فادعوا الله بها لعل الله يفرجها عنكم. الآن هذا الاضطرار، في الاضطرار ما أنت لا تتجمل الآن، ربك يعلم ما صنعته له وما صنعته له ولغيره، وما صنعته للتجمل لا لله، ليس لله فيه نصيب. فانظروا أعمالا عملتموها خالصة فادعوا الله بها لعل الله يفرجها عنكم. وفي في في روايه بروايه الحديث يقول فانطبقت عليهم الصخره فما يرون السماء وشقاء، ما كاينش، لا يرون شيئا، انطبقت عليهم انطباقا تاما. قال احدهم اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران، لم يكن لهم راع ولا ولي غيري، وكان لي صبية صغار، فكنت أرعى عليهم، وكانت هذه عادته يرعى، فإذا عاد حلب بعد ما عنده من البهائم، ثم ذهب إلى والديه فسقاهما قبل أن يسقي صبيانه، وهكذا شأنه. وفي يوم يقول نأبي الشجر، طلب المرعى، الموضع الذي اعتاد أن يسيم فيه بهائمه ليس فيه مرعى،
فنأى به، بعد به المرعى، فاحتاج الوقت الذي سيعود فيه ليس الوقت المعتاد. فلما رجع وحلب كما كان يحلو، رجع وذهب يعني وجد أبويه قد ناما. قال فقدح على يدي وأنا وهو واقف عند رؤوسهما يكره أن يوقظهما ويكره أن يسقي صبيته قبلهما. يقول والصبية يتضاغون عند قدمي من الجوع. أغريبة هذه، أغريبة هذه، الصبية يتضاغون يتصايحون من الجوع، أولاد الوليدات، كل من له ابن يعلم كيف عضة قلب الوالد والوالدة من صياح الصغير من الجوع. يعني هذا ماشي الفشوش، هذا الجوع، وفي يدك ما يسكته، وتستطيع أن تسقي هؤلاء الصبية المستيقظين ثم تحلو بعد ذلك وتأتي للنائمين. هو له عادة بينه وبين ربه في والديه لا يكره أن يغيرها، فمكث قائما عند رؤوسهما يكره، يقول أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، فمكثت حتى طلع الفجر. يعني شحال؟ 600-700 سوايع ووقف، والدراري بقاو تيبكيو تنعسوا بالبكاء ونعسوا بالجوع. هذا لا يعني أن الكبدة قاصحة، هذا يعني أنه هذا. فقال حتى طلع الفرج، فاستيقظا فشربا غبوقهما. الغبوق هو شراب المساء، والصبوح هو شراب الغداء، والناس كانت تأكل مرتين في النهار، هذا يعني أكثر أقلهم، هذا المترف صاحب المال يأكل مرتين، وإلا فأكثر الناس يأكل مرة واحدة. احنا ما داخلينش في الناس، نفطروا وف مع العشرة والحداش نشربوا أتاي، ومن بعد غدا، ومن بعد أتاي بور العصر، ومن بعد كاسكروت في العشية، ومن بعد أدرى شي حاجة ماشي صنع البشر. هذا واحد من علماء معروفين، الشيخ زروق، له كتاب اسمه النصيحة الكافية لمن سأل عن العافية، يقول في هذا الباب، يقول كان أكثر الناس يأكلون مرة واحدة، كان المترف يأكل مرتين، من أكل 3 مرات في اليوم فابني له معلفة. هذا خرج من جملة الآكلين صار في جملة العالفين، و4 أو 5 فقيه. فعلى كل حال، لهذا تجدون طعام الغداء، الغداء هو طعام الغداء، طعام الصباح، والعشاء طعام العشي. شي حاجه، شي حاجه ديال وسط النهار كاع ما عندهم هما، ما لان ما كاينش داك الماكله ديال وسط النهار وديال العصر وديال دابا تيسميو الترديده والفطور، المهم سيروا للبوادي وهذا غتلقاو تسميات. الشاهد انه قال فمكث حتى طلع الفجر، قال فاستيقظا وشربا غبوقهما. غبوقهما في الصباح المفروض ان يشرب صابوحهما، لكنه لم يحلو صابوحا، هو ما زال يحمل الغبوق الذي حلبه بالامس. الشاهد ما هو؟ ثم يقول اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة حتى بدت لهم السماء، باش السماء يشوفها، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. أن تخيلوا أنتما هذا النفسية ديال هذا السيد، هذا اللي تدعي نفسيته دابا ديك الساعة كيفاش غيشعر هو لما قال يا ربي صنعت فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، وتحرك الصخرة ديك الساعة كيفاش يحس. يعني راه يقول له ربي ذاك الوقت كأن ربي قال له فعلت، أعلم أنك فعلت ذلك ابتغاء وجهي. ديك الساعة بغات تجي الموت تجي، ربك تيقول لك ديك الساعة، تيقول لك أنا عرفت أنه أنت راه مخلص، وهذاك الشيء فعلتيه لوجه الإخلاص، وهذا الدليل أنه تحركها لك يا ربي فافرج عنا، إن كنت تعلم أني فافرج، ها هو حركها لك سيدي ربي. ثم جاء الثاني فقال اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وأردتها على نفسها فتمنعت
حتى ألمت بها سنة من السنين، ما عندها ما تأكل، ما عندها ما تشرب، ما وكين هو. فأتتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تمكنني من نفسها. بغيتي هاك يا الفلوس. ولكن قال ففعلت. فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه الحلال، اتق الله. قال: فقمت عنها وإنها لأحب الناس إلي، وتركت لها الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة. هذا فاجر كان، هذا فاجر، هذا يراود محتاجة قد عضها الجوع، يقول لها: لا أعطيك ما تدفعين به جوعك حتى تمكيني من نفسك. هذا فاجر هذا. ولكن شو التوبة ديك اللحظة؟ وشو فين تاب؟ قعد منها مقعد الرجل من أهله، وديك اللحظة وهي ما زال ما يأساتش منه في ديك اللحظة، وذكرته بالله: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم، لا تكسر الخاتم إلا بحقه. وفي ذيك اللحظة أدركته رحمة سيدي ربي، أدركته رحمة الله، وتاب إلى الله وصنع ما صنع، ولم يقم عنها رغبة عنها ولا جهدا فيها ولا من بغضها. قال: فقمت عنها وإنها لأحب الناس إلي، وتركت لها الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك. تقول لي: الله إياه، نعم فعلت ذلك ابتغاء وجهي وأنا أعلم ذلك منك. وتحركت الصخرة. هذا الإخلاص، الإخلاص يصنع العجائب في كل وقت، في كل وقت. هذه ماشي قضية وقعت دوك ثلاثة وصافي ودازت وتنعودها كأنها حكايات وقصص، هذه العبرة. جاء الثالث فقال: اللهم إني كنت استأجرت أجراء فعملوا عملهم وأخذوا أجرتهم إلا واحدا، كان استأجروا على فرق أرز، الفرق المكيال بحال تقول العبراء بحال تقول على فرق أرز، هذاك كأنه استقل ذلك الأجر فتركه وانصرف. يقول هذا: فثمرت ذلك الأجر، ذلك الفرق ثمرته حتى كان منه الإبل والبقر والغنم والرقيق من هذاك العبرة ديال الروز. ثم بعد مدة رجع هذاك وقال له: يا عبد الله أدي إلي حقي. فقال له: كل ما ترى من الإبل والغنم والبقر والغنم والرقيق أجرك. قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي، فرق أرز تقول لي أنت دابا هذا الريوس ديال الغنم والبقر، وانتم دابا تعرفوا راس ديال الجمال راه بكر غير صغير، ماشي زعما شي حاجه كبيره، 7000 8000 مليون، هادو غير ديال الماكله اللي كيدبحوا في السواق، مليون. انتم دابا العيد الكبير قريب، شحال الحواله والبقر بشحال؟ هذا البقر والغنم والابل والرقيق كل شيء هادشي ديالي. قال: كل ما ترى هو اجرك. قال: لا تستهزئ بي. قال: أما إني لا أستهزئ بك. إيوه شي قال ديالي إيه. فأخذه كله واستاقه وذهب به. ما تخليت شوية تقول شكرا. كان باستطاعتي نقول لك هاك ها فارق الأرز ولا لا، يعني أنا أحسنت في 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 هذا الذي صنعت، ألا تكافئ الإحسان؟ ما بغيتش ياك حقي هذا حقك بنده. يقول هو: فاستاقه كله، وهذاك خلاه يديه. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فتحركت الصخرة وخرجوا يمشون. أنا هذا الحديث عندما أذكره يجيئني تساؤل: إذا وقع لنا مثل ما وقع لأولئك
واضطررنا أن نسأل الله بأعمال عملناها له خالصة هل نجد عملا نبعه به، فتتحرك الصخرة لنا كما تحركت لمن قبلنا. يعني أنت هذا تساؤل كل واحد هو يشوف يقول لا حصلت شيء حصلت أنا بحال هكا، وبغيت نطلب الله أنا. أنت سمعتي الدرس اليوم وأنت هذا الحديث عارفه من قبل كاع، وتريد أن تدعو الله بعمل خالص. ما عرفت أنا وشارت لك الأعمال خالص، وهذه مصيبة. الإخلاص يصنع العجائب.